وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد مبارك جمعة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، يعني كما نعلم استخدمت قطر عدد من مراكز الأبحاث والدراسات كأكاديمية التغيير والمؤسسة العربية للديمقراطية كأذرع طبعا كما شاهدنا للتدخل في شؤون البحرين ودول أخرى. هل توضح لنا يعني مدى تأثير هذه المؤسسات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه هي المؤسسات التي ذكرتها، نعم، وغيرها أيضا من المؤسسات كانت جزء من مشروع التغيير في منطقة الشرق الأوسط والمعنية بشكل مباشر بإحداث تغييرات في بحكومات عدد من الدول، في مقدمتها حكومات دول في شمال أفريقيا مثل جمهورية مصر العربية وليبيا وأيضا تونس أيضا، وفي منطقة الخليج البحرين والمملكة العربية السعودية واليمن وغيرها من الدول. طبعا هذه المؤسسات تأتي ضمن ماكنة للتغيير السياسي في المنطقة، ركزت بشكل مباشر على عدد من العناصر. يعني لو تناولنا على سبيل المثال أكاديميات التغيير، وهي عبارة عن مجموعة من مراكز التدريب المنتشرة في عدد من الدول الأوروبية، وأيضا هناك بعض الأفرع لها في الدول العربية التي سقطت في الواقع أنظمتها خلال عام 2011. سوف نجد أن هذه الأكاديميات عملت بشكل مكثف على أولا التأثير في فكر الشباب العربي، محاولة التحريض المستمر على الوضع المعيشي والبيئي في الدول العربية، محاولة إحداث حالة من السخط والتململ في أوساط الشباب بما يجعلهم يواجهون حكوماتهم وحتى يحاولون مواجهة جيوش حكوماتهم. وطبعا يدرسون الكثير ويدربون على الكثير من التكنيكس أو الممارسات التي من شأنها أن تجيش المجتمع بأسره ضد حكوماته، ويؤدي في نهاية المطاف إلى خلق نوع من الفوضى التي قد تبدو جميلة في البداية ولكنها في النهاية تؤدي إلى إسقاط الحكومات، ويعني حدوث فوضى عارمة، ويعني تأثر البنية التحتية، ويعني ربما حتى تصل إلى الحرب الأهلية. نعم. طبعا لو تطرقنا أيضا إلى يعني مراكز أخرى مثل المعهد العربي للديمقراطية، وهو بالمناسبة افتتح عام 2007 في مايو عام 2007، وكان الهدف منه إذا ما قرأنا نص المهمة التي كان يتولاها هذا المعهد أو هذه المؤسسة، فسوف نجد أنها كانت تركز بشكل كبير جدا على استثارة الشباب، هم يقولون ذلك حرفيا، استثارة الشباب ودعم الجماعات الواعدة. هم يقصدون بالجماعات الواعدة الجماعات التي تطمح إلى السلطة مثل جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المحسوبة على الولي الفقيه والمؤيدة للنظام الإيراني وغيرها، وتهدف بشكل مباشر إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى. والبحرين كانت إحدى الدول التي ركز عليها هذا المعهد، الذي للأسف الشديد يتخذ من دولة قطر مركزا له، ويركز بشكل كبير جدا على الدعم الحركات الإنقلابية. أنا طبعا أختلف مع ما ورد في التقرير لأنه كان يسميها معارضة، هي في الواقع هو يستقطب حركات إنقلابية داخل حركات تمرد، نعم، داخل البلدان، والبحرين كانت من بين هذه الدول، ويحاول أن يعني يقود العمل الشبابي داخل هذه الدول إلى مرحلة يطالبون فيها بإسقاط الحكومات. طبعا وبذلوا الكثير من الأموال من عام 2007 وحتى اليوم في دعم يعني جماعات إرهابية تستخدم السلاح في البحرين تنادي بإسقاط الحكم، وتستخدم طبعا لغة حقوق الإنسان والديمقراطية والحياة المدنية وغير ذلك من الشعارات الرنانة التي في الغالب ما تستقطب المنظمات المجتمع الدولي، نعم، وتستقطب النشطاء وتستقطب المفكرين. نعم دكتور، يعني كيف يمكننا أن نواجه مثل هذه المؤسسات التي تدعمها دولة قطر؟ طبعا من المهم جدا أولا أن يكون هناك وعي إعلامي بهذه المؤسسات. يعني يؤسفني أنه في المرحلة الماضية كان هناك حتى من ينساق خلف ما تروجه هذه المعاهد والمراكز والمؤسسات من برامج ثقافية كانت أو حوارية تستقطب الشباب، تتحدث عن تدريب وبرامج قيادية وما إلى ذلك. إذا من المهم جدا أن نعي أولا إعلاميا الدور الذي تمارسه هذه المؤسسات. لابد أيضا أن يكون في الدول العربية والبحرين من بينها وغيرها أيضا من الدول العربية برامج مضادة لمثل هذه المؤسسات، برامج تحمي الشباب، تحمي الشباب البحريني وتحمي الشباب العربي من هذا الفكر الذي يهدف إلى إسقاط الحكومات ويعني إحداث حالة من الفراغ والفوضى في الدول العربية. طبعا هناك دور كبير جدا للصحافة المحلية، هناك دور كبير جدا للصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي والفكر البحرينيين
من المهم جدا الظهور في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لفضح مثل هذه المؤسسات وتعرية دورها الفعلي. هناك أيضا دور مهم جدا ينبغي أن يمارس، وهو تعقب في الواقع الخيوط التي تربط هذه المؤسسات ببعض العناصر الموجودة في الداخل. نعم. هذه المؤسسات مرتبطة بأشخاص وجماعات موجودة داخل البحرين وأيضا خارج البحرين، ومن المهم جدا أن نمسك بالخيط من بدايته. من هم هؤلاء الذين يروجون لمثل هذا الفكر؟ نعم. يعني اليوم نجد على سبيل المثال حينما اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي إجراءاتها بحق السياسات القطرية في المنطقة، وجدنا أن هناك مجموعة موجودة في الداخل تحاول أن تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي نوع من الإيهام والإيحاء بأن هناك رفض شعبي في البحرين للإجراءات المتخذة، وهذا لا يقتصر على البحرين، في الواقع أيضا لاحظنا أيضا مثل هذه الممارسات في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. هؤلاء جماعات مدعومة من إما من تنظيم الإخوان المسلمين أو من تنظيمات محسوبة على النظام الإيراني، وهم متفقون في الأهداف. يجب معرفة الخيوط العلاقات ما بين هذه المؤسسات في الخارج وما بين ومن يروج لها في الداخل، وأيضا وضع حد لمثل هذا الترويج. يعني حتى اليوم على سبيل المثال هناك من روج من إحدى وسائل الإعلام المحسوبة على هذه المؤسسات، هناك من روج اليوم وشكك نوعا ما في الإجراءات المتخذة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. يجب أن يكون لدينا حملة وبرنامج واضح جدا لمكافحة هذه المؤسسات، وخصوصا أنها مؤسسات تغدق وتنفق الملايين بل المليارات من الدولارات على مثل هذه المشاريع، لأنها مشاريع طموحة. نعم. مشاريع إسقاط الأنظمة هي مشاريع طموحة جدا وبذل فيها الكثير، وهي متصلة بوسائل إعلام وبمؤسسات وبأشخاص وبجماعات وحتى بدول، وبالتالي ليس من السهل يعني ليس من السهل في الواقع مواجهتها ببرامج خجولة. ينبغي أن تكون هناك برامج كبيرة جدا على نفس مستوى هذه البرامج المعاكسة من الطموح. يعني من يدعم هذه المؤسسات؟ يعني هل يتوقع الاستفادة من إخلال الأنظمة مثلا في الدول الأخرى؟ يعني بطبيعة الحال الأمر سينعكس على دولته، يعني بحسب القرب الجغرافي على الأقل. هو هذا في الواقع نحن ما نقوله، أنه من يمارس مثل هذا الأمر ويرتمي في أحضان الأنظمة التي يعني لديها كما نعلم أطماع توسعية في المنطقة مثل النظام الإيراني وغيره حتى من الأنظمة، في نهاية المطاف سوف يؤول الأمر إليه وسوف يرى أن الآية سوف تنعكس عليه. ولكن حينما نتحدث عن الهدف، الهدف واضح، هناك مشروع خطير جدا وطموح جدا يهدف إلى تغيير التركيبة السياسية في المنطقة، الجيوبوليتيكية في المنطقة، يرتكز بشكل كبير جدا على إسقاط الأنظمة، إسقاط الحكومات والإتيان بحكومات أخرى موالية للنظام الإيراني أو موالية للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. إذا الهدف واضح جدا، ومن المطلوب محاربة هذه الأنظمة بالدرجة الأولى ومن يمثلونها في الداخل والخارج، لأنهم هم بيادق هذه المؤسسات وهذا المشروع، وأيضا تجفيف منابع التمويل. ولذلك وجدنا أن دول مجلس التعاون الخليجي اليوم كان من ضمن أهم اشتراطاتها على السياسات القطرية هو أن تتوقف بشكل تام عن دعم وتمويل المشاريع والتنظيمات التي يعني تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي. نعم، الدكتور محمد مبارك جمعة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.